السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الدرس ده نتعرف على أدوات الـ 3D في البرنامج، ونتعلم إن شاء الله إزاي نرسم 3D. أول أداة معانا النهاردة طبعا ده الجزء الخاص بأدوات الـ 3D Relief Tools. أول حاجة Shape Editor، إحنا بنروح عليه كده ونضغط ضغطتين، أو بالبداية كده عايزين نرسم أي شكل كده 2D نشرح عليه، وليكن دايرة. طبعا أول حاجة بنعملها واحنا شغالين 3D لازم نكون معليين الريزولوشن، طبعا ده المسؤول عن دقة الشغلانة بعد ما بننفذها، عشان ما تكونش مبكسلة وما تكونش جودتها ضعيفة. طبعا هنا انا دي الصفحة الخاصة ب 2D 2D view، وهنا ادوات التحكم فيها، ومن هنا لو في 3D بندخل هنا نشوف الشكل 3D بتاعنا. تمام، اول حاجة عندنا النهاردة الشبل دي طبعا بنستخدمها كتير جدا واحنا شغالين، بنضغط عليها ضغطتين كده. تمام، اول حاجة فيها راوند، يعني انا عايز ارفع الشكل ده. طبعا لو احنا لاحظنا هنا في قيم هنا موجودة اكس واي وزد ويتس واي، طبعا انا واقف ماسك الفيكتور ضاغط عليه بالشيفت بزر الفار الايسر، ضاغط عليه كده ظهر لي الابعاد بتاعته، الويتس قال لي 36 و8 سنتيمتر، في 36 و8 سنتيمتر. تمام، الزد زيرو، لو انت اتحركت في اي مكان على الصفحة زيرو لان احنا لسه ما عملناش 3D، وموجود قيم الواي والاكس بتاعتك الاحداثيات اللي بيقع عليها الشكل بتاعنا على الصفحة. تمام، اول حاجة عندنا الراوند. تمام، انا عايز اعمل ارفع وكأني بعمل زر مثلا، أنا عايز أعمل دي بشكل دائري كده. تمام، هنضغط عليها كده، ومن هنا بقدر أتحكم في الأنجل بتاعتي، يعني ارتفاع الدايرة بتاعتي، ومن هنا كمان. تمام، نجرب كده نشوف اللي هيحصل، نقول له أد، نروح نبص في 3D. هو أصلا مجرد إن أنا فعلت الأداة هنا ميزة جميلة جدا في البرنامج، اديني على طول الشكل اشوفه، بس هو طبعا لسه متنفس، عشان يتنفس بقول له افضل. تمام، ونقفل كده ونبص، انا طبعا دي بتظهر لك الـ 3D. تمام، طيب احنا كده عملنا قفنا دي بتعمل ايه. طيب هنرجع تاني للأداة راوند، دي جواها كذا حاجة تانية، عندك ليميت تو هايت، انت عايز تتحكم في شكل يبقى فيه عدل، يعني تستعدل جزء ما يبقاش دائري بنسبة 100% معاك، عايزه دائري قوي، دائري نص نص. تمام، في حاجة مهمة، يعني دي مش مهمة قوي معايا على قد ما دي مهمة بقى، يعني انا دلوقتي عملت الزر بتاعي اللي هيكون كده. تمام، عايز اعمل نسبة عدل هنا، يعني استعدل المنطقة دي بحيث يبقى زي راتب كده، او يعني مثلا 3 مللي او اي كان، يعني 5 مللي من ستارت هايد. شوف حضرتك اللي حصل هنا، طبعا عشان اعمل بان يعني اتحرك بالشكل بتاعي شمال يمين، بتضغط على رايت وليفت في نفس الوقت مع بعض، تقدر تعمل بان. عايز تعمل روتيشن من زر الفار الايسر والمسطره من الكيبورد، تقدر تعمل روتيت زي ما انت عايز. تمام، نمسك الفيكتور تاني. تمام، دي مهمه جدا، عايز اعمل روتيشن من زر الفار الايسر والمسطره من الكيبورد. تمام، هنقول زوده شوية، خليه مثلا 10. أنا طبعا برسم بشكل عشوائي دلوقتي،
طبعا في حاجة جميلة جدا هنا، هنا بيتيح لك انك تشوف الخط بتاعك وانت شغال، ممكن تلغي الكلام ده، ممكن ما تلغيش. هنا عايز تظهر لو في صورة شغال عليها ولا حاجة بتظهر لك من خلال دي، تمام. عايز هنا درو زيرو بلان، لو انت عايز تشيل البلان العادل ده او تظهره، تمام. كل ده جميل، فاحنا عرفنا دي بتحكم لك في شكل. تمام، طيب دي تعمل ايه بقى؟ هنا بقى لو انا عايز خلي مثلا ده زيرو ده مكان، مش هحضركم، بيعمل لي ايه هنا؟ زي شكل مخروط كده، طبعا ده انا مش مهم عندي اوي في شكل زي كده. لكن لو انا عامل مثلا هنا مربع مثلا، وإيه بص حضرتك من هنا اللي حصل، تمام. ونفس الموضوع برضو هنا، ممكن تعمل ده تبس اللي انت عايز ايا كان، تقول له ابلاي، يعمل لك الشكل بتاعك، تمام. طيب انا عندي شكل 3D عملته خلاص وعايز اشيله، يعني انا عايز الغي الكلام ده بدل ما اعمل كنترول زد، لا ممكن هنا من ريسيت ريليف شاله خلاص، شال اي ريليف عندك على الارضيه الموجوده، تمام. هنا لو انت عايز ترفع بلان بس برضه بنفس الطريقه سكيل. عندي اصلا 3D وعايز اعمل عادل برضو تحته من خلال هنا راتب بلان، وهنا ايه تعمل الستارت. الكلام ده ان شاء الله هنفهمه اكتر في التطبيقات ان شاء الله. طيب لو انا عندي هنا شكل هو كده، شكلين جوا بعض كده، حضرتك اللي حصل، يعني اتنين فيكتور مرسومين جوا بعض. طب انا اقدر استخدم الكلام ده في ايه؟ استفيد منه في ايه؟ يعني لو انا عندي هنا بعمل برواز مثلا، يعني 30 مثلا، تمام، هنمسك الاثنين مع بعض واقول له ايه حضرتك الحسن. طبعا ده حاجة كويسة جدا لو انت بتعمل برواز او اي شكل تاني. انا الوقت عندي 3D معمول خلاص، تمام كده عملنا ده. جيت انا هنا عايز عملت شكل تاني، انا دلوقتي عايز اشيل ده واسيب ده، اشيل الزياده اللي انا يعني الزياده اللي عن الشكل ده، عايز اقص الكلام ده واشيل ده. بمسك الاثنين، بمسك واحد بالفيكتور ده واضغط على شيفت الكيبورد واضغط على ده كمان. طبعا دي مهمه جدا هستفاد بيها قدام برضو، ونقول له ميرج لو، ميرج لو، شوف كده اللي حصل. في حرارات،
كنا عملنا أي شكل حواليه كده، المفروض بنمسك ده على كده ونروح رايحين هنا نرجلوه. أيوه نرجل، تمام، شلي الزيادة اللي حوالين الشكل بتاعي. طبعا دي حاجة مهمة جدا هنستفاد بيها قدام، لو مش عارفها هتبقى مشكلة. طيب احنا كده اتعرفنا تقريبا على الشيب اديتور، بس في حاجة برضو قبل ما نخلص، بقولك هنا اد وميرج، يعني اكتر اتنين انا بستخدمهم اد وميرج، دي سبتراكت لو انت عايز تطرح شكل من شكل، مش جرور عايز تنزل بيه تحت في الأرضية، لكن انا عايز هنا اللي هركز عليه الاد والميرج. اد لو انا عامل شكل وليكن بلان كده مثلا ورفعه 10، ما عملش عشان هي اد. بص هتعرف الفرق على طول دلوقتي، انا عندي بلان اهو، تمام اتعمل. انا عايز اعمل فوق شكل تاني وليكن راوند، يعني ادور كده، لو انا عامله ميرج بص حضرتك دمجهم مع بعض، لكن لو انا عامله اد هضيف فوق. طبعا ده وانا شغال مهم جدا، يساعدني في حاجات كتير جدا، تمام. يعني انا دلوقتي لو بكرر مثلا هيبقى ميرج عشان عايز ادمج لو في فواصل، لكن لو الشكلين دخلوا بعض، بص هنا يعني لو ده دخل في ده كده، بص اللي هيحصل. في زيادة هنا حصلت، لكن لو معمول ميرج تمام كده. طيب انا هنا لو انا عايز انزل جوه الشكل، برضه بإمكانية ان انا انزل جوه المنظر الشكل اللي انا عملته، تعمله الداخل الوقت، تمام. بص كده راح، بص كده اللي حصل. طبعا بتستفاد بيه لو بتعمل تجريحة في ورقة أو نقش حاجة غائرة يعني. كده غالبا خلصنا. ايه يعني ده ممكن تعملها الحركة دي بال كده بالسكوير او الراوند عن نفس الموضوع. ده كده الشرح، ده اهم الادوات المهمه جدا اللي احنا هنستخدمها باستمرار الشيب اديتور، تمام. طيب طبعا احنا قبل كده عرفنا ان فينا قائمه الفيكتور خاصه بالعيارات الخاصه بالفيكتور، نبتنا لو في صور بندخلها البرنامج. هنا الفرونت ريليف دي مهمه جدا جدا جدا، لازم نبقى عارفين دي بتاعت ايه ونستخدمها ازاي، تمام. انا طبعا هنا ما فيش عندي غير واحده اللي هي الريليف لاير، او اللي هي الديفولت بتاع البرنامج موجوده هنا. لو ضغطت عليها ضغطتين كده ظهر لك هنا الاعدادات الخاصه بيه. هنا لو انت عايز تضيف لاير جديده من هنا أو من هنا، عايز تجيب ريليف أنت عامله، عايز تخرج ريليف سيبه، عايز تمسح طبقة تمسح الطبقة كاملة، عايز أنا رحت عملتها مش مشكلة، أجي هنا أفتح لها ريليف أهو، أطفي اللير التاني. لكن أنا لو رجعت اللير دي ونورتها ظهر لي الشكل بتاعي. طبعا ده بيفيدني لو في حاجات أشكال كتير عندي شغال عليها عشان ما تلخبطش. بفتح ليرات، تمام، كل لير مستقلة بجد، بس أهم حاجة أكون واقف في اللير وأنا شغال ومنورها. طيب انا دلوقتي عملت 3D، عايز استفاد من عايز اخرجه مثلا سايبه بره، اقول لحضراتكم ليه اكسبورت ريليف ولا يكون في اي حته في مثلا زي سماته ايه
ليك مطلق الحرية إنك تسافر في أي حتة أنت عايزها، وعايز أجيبه تاني، تمام؟ أقول لكم ليه برضه من هنا، يعني أنا دلوقتي سيفته، أجيبه تاني عشان أقدر أتحكم فيه، أول ما عملت له امبورت فتح لي فايل من هنا، من خلالها بقدر أتحكم في الشكل بتاعي، ممكن آخده وأتحرك بيه، أعمله أنا عايز أجيبه هنا جنب ده مثلا، أتحكم في مقاسه، زرع أكبر بشكل فري أو من خلال الإعدادات دي. لو أنا ضغطت على القفل حصل لي قفل كده عليهم، يعني أنا دلوقتي هكبر وأصغر بنسبة ثابتة. ولكن هنا هخليه 400 مثلا، كلهم اتغيروا مع بعض. باستثناء الزد، الزد هو اللي لسه زي ما هو، انا بتحكم في الزد زي ما انا عايز، الارتفاع عايز 1 سم، عايز 2 سم، تمام؟ عايز اعمل له، لازم طبعا بعد ما بتغير في الاعدادات دي تقول له ابلاي. عايز تتحكم بنسبة مئوية، يفضل انك تعملها بالسكيل، يعني انا برضه اوريجين بوزيشن مش مهم دي. الموف عايز تتحرك بيه على الإكس، تدخل قيمة انت عايزها، تتحرك بشكل مانوال كده او من خلال انك تدخل قيم هنا، هتتحرك بالموجب لو دخلت قيمة موجبة كده مثلا 40، مشى 40 ناحية الموجب، ده تقول له سالب 100 مثلا، رجع الواي، طبعا ده الإكس وده الواي، المحور الأفقي ده اللي هو الإكس، الواي اللي هو الرأس. عايز تعمل روتيشن، يقول لك مع عقارب الساعة كلوكوايز ولا عكس عقارب الساعة، وتدخله الزاوية مع عقارب الساعة، شوف الساعة بتلف ازاي مثلا، لو أدخلها بالموجب يبقى مع عقارب الساعة، مثلا 45 لف كده، عايز ترجع زي ما كنت كده، 45 بعدين كده شير دي. لو عايز تعمل ويرب بتدخله كام برضه هنا، وليكن تبدأ تتحرك زي ما انت عايز. هنا لو عملت مور اوبشن، طبعا دي مهمة جدا، نوع ال عايز اد ولا ميرج، طبعا اد لو انت هتضيف حاجة عامل مخ، عايز تعمله على حاجة مدورة مثلا، ورقة، عايز تاخد شكل معين تعمل اد، عايز تعملها، لكن لو هتدمجها مع شكل تاني لازم ميرج، تمام؟ الليف كليب ارت دي لو في كليب ارت معانا مش مشكلة دلوقتي. طيب طبعا في تاني حاجة مهمة معانا، ممكن نشرح دي دلوقتي، وطبعا تو ريل سويب دي لو انت ضغطت على السهم ده هيظهر لك حاجات كتير معانا، تضغط على دي كده فظهرت انت كل، وطبعا اهم 4 ادوات انت بتستخدمهم وانت شغال. طيب الأداة بتشتغل ازاي؟ أنا عندي أداة زي كده تو ريز،
طبعا عندك خط وخط، خطوط مش مقفلة، بعكس الشيب اديتور لازم يكون التعامل مع الشيب اديتور لازم يكون خط. انا بمسك اول واحد فيهم كده وبعدين بضغط على الشيفت من الكيبورد وامسك التاني واروح رايح ضاغط على الأداة دي. تمام، اول ما ضغطت عليها تمام ظهر لي هنا اتجاهات كده جوه الخط، واحد كده واحد كده. طبعا هنا لازم يكون الاتنين في نفس الاتجاه، او لو احنا اشتغلنا كده وشوفنا ما يحصل على الوضع ده. وعندك السيكشن اللي انت مجهزه اللي هو كروس سيكشن، شوف عضلتك اللي حصل. طبعا ده شكل غريب جدا، شكل واعي جدا. فأنا هنا أحل المشكلة دي إزاي؟ بقف على خط الاتجاه المختلف ده وأروح قايل له ريفيرس فيكتور وأمسك الدرايف السكشن بتاعي. بص بقى اللي حصل هنا، طبعا هنا عشان أنا شغال على مساحة الصفحة كاملة طبعا شكلها شكل الرسمة مع بعض مش كويس. أنا طبعا مستحسن إن أنا أصغر المساحة كده بتاع الورقة بتاعتي واللي هو مكتوب على الريزوليوشن تاني، طبعا نغير. تمام، وبعدين نرجع نعمل كنا بنعمل ايه بقى. تمام، شوف الموضوع هنا، شايفين الفرق يا جماعة؟ تمام، نقول له أفضل. نيجي هنا نعمل ايه؟ الورقة التانية اللي جنبها دي برضه نفس الطريقة. طبعا في حاجة هنا مهمة جدا، أنت ممكن تضيف يعني مثلا أنا دلوقتي عملت، أو نخلينا نكمل دي من الأول. نمسك سيكشن زي كده، مينفعش آد هنا معمول آد، لا ميرج الأفضل. بص بقى اللي حصل. طيب انا كده مثلا عملت ورقه، افتح ليها تاني. تمام، هشتغل عليه على نفس الورقه، هنشرح عليها برضو ونمسك نفس الفيكتورات ونبدا هنا نلعب في الفيكتور. يعني ممكن تاخد ده مثلا بقلب وتاخد ده مثلا معاه، شوف اللي هيحصل كده. تزود، عايز تزود تاني من ده، فانت هنا بتقدر تتحكم في السكشنات زي ما انت عايز ايا كان بقى. انت لو انت دلوقتي مثلا بتنحت مانوال وعايز تطبق اللي انت بتاخد السكشن زي ما انت بترسمه على الورقه بالظبط، ترسمه هنا وتنفذ في البرنامج يعمل لك اللي انت عايزه، الابعاد اللي انت عايزها. تمام، نفس الكلام هنا. تمام، نقول له برضه ماشي. تمام كده، غالبا دي أهم حاجة في الأداة دي. بس في حاجة كمان، أنا أفترض إن دخلت جوه الأداة الأول وعايز أحدد الكلام ده، فأنت طبعا بتمسك أول واحد كده وتروح هنا set first، وهنا إيه set second، الأولاني الدرايف الأول والدرايف التاني. تمام، ده في حالة إن أنت لو مش محدد أما تدخل ال طبعا ده أهم حاجة في الأداة دي، كل الباقي ده مش مهم عندي أوي. طيب السبين ده نشوفها كده على السريع. لو عندنا خط زي كده أو نوصل لل
نرجع ليه. هنقول هنا import، نجيب الورقة دي تاني ونقول له يا عم الحاج عايزينها add. بص التسجيل ده برضه عشان أعرف حاجة عليه. خدت اما عملت لها اد اخدت شكل الدوران اللي انا عامله. طب انا عايز اشيل الزياده، طبعا في خطا انا اخطات فيه، المفروض يبقى فيه لاين خارج انا بتحكم بيه. نجيب واحد تاني معلش، انا اوريدي معايا ورقه معموله 3D تمام، عايز اخد لها اوت لاين، انا مش عامل لها اوت لاين. ففي اداه هنا جميله جدا، برنامج كريت باوندري، اقول له كريت باوندري تمام، بقى عندي خط خارجي كده حوالين. حلو، نسيف تاني او ما نسيفش مش مشكله. الريموت اد اصل تمام. وبعدين انا عايز اشيل الزياده اللي ما بينهم دي، انا لو عملت الورقه ما تبقاش في لاب كده فيها دوران. انا ممكن اتحكم في الدوران زي ما انا عايز، اه برضه هعرف دلوقتي انا الكلام ده ازاي، بحيث نقدر نتحكم نعمل اي شكل ورقة احنا عايزينه. ندخل على الشير نقول له ميرج لو والله كده، نبقى احنا عايزين الورقة بتاعتنا وفيها دوران كمان. طبعا دوران ممكن اتحكم فيه بعد كده، بس انا بعرف حضرتك المبدأ اللي انت ممكن تفكر فيه وانت شغال في البرنامج. ممكن انت تبقى بعد كده تعمل تجريحة، يعني ترسم مثلا جوه دي كده تبدأ تعمل تجريحة. ونروح برضه للشباب ولكن أقول أضيف ولا لا؟ أنا طبعا مش عايز أضيف، أنا عايز أنزل تحت بالظبط. تمام، إحنا كده عملنا ورقة مسيفة بره. نفتح فولدر مثلا، واحد مثلا طيب. وبعدين ممكن نتحكم في شكل برضه لو عدينا هنا عملت سيكشن كده درايف كده او درايف كده، جيت هنا عملت مونتفال عمال عملت ايه شكل زي كده. انا لازم ممكن احنا نعمل احنا سيكشن احنا كده.
بهدرك وانا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا باخد كوب ازاي؟ بمسك فيكتور واتحرك بيه وافضل ضاغط على الشيفت، بعد كده اسيب على الكنترول، بعد كده اسيب خدت نسخة منه تمام. وبعدين هنا نبدأ نروح للأداة دي، أفضل تمام. وبعدين شوف هنا عمل هنا منظر زي كده، طب ده أنا استفاد بيه بإيه؟ بغض النظر عن الورقة دي، أنا ممكن هنا أروح راسم ورقة تانية هنا جوه أو عايزينه مرة وهنروح نجيب أول ورقة إحنا عملناها خالص، الورقة اللي خالص إحنا عملناها دي، بعد كده يا باشا نحطها لنا آد وبعدين نبدأ نشيل الزيادة اللي ورا دي. يعني إذا أنت بتقدر تتحكم، طبعا الشكل مش حلو، مش حلو، بس أنا بقدر أتحكم، أنا بديك الفكرة يعني. أنت يعني هو الموضوع معتمد على التجربة، أنت ممكن تقعد تجرب تعمل أشكال كتير جدا، ورق كتير جدا، بس دي الفكرة بتاعت البرنامج، يعني البرنامج ده تقدر تستفيد منه بالطريقة دي تمام. ده في الجزء اللي ممكن اللي يخص ورقة، لو أنت عايز تعمل ورقة كلام من كده، ممكن الشكل اللي إحنا كنا عاملينه قبل ده، نجيبه تاني كده، وهاجي هنا أقول له تعالى كده لف لي الورقة دي كده. وهاجي هنا واروح اعمل حاجة لطيفة جدا، حاجة بالظبط بالصورة اللي حصل هنا، لان انا هنا عملت الشكل ده، ممكن اجي من خلال الشيب اديتور بتاعتي، وهاجي هنا اعمل بوكس الداخلي او مش نرسم احنا جوه فيكتور تاني نروح للشيء الأخر. بس حضرتك يا حسن برضه هنحتاج دلوقتي. طيب قبل ما نقفل الجزئية دي، في حاجة مهمة جدا، أنا عملت المنظر ده عايز أصنفر، أنعم، أغير من سموث، دي أهم واحدة في وطبعا هنا ممكن تضيف سكراب، بعمل تنعيم صنفر للجزئية دي هنا في دايرة صغيرة كده، أتحكم في حجمها من هنا، قوة من هنا، دي مهمة جدا،
غيرت الايتم ده كنت عملته. انا بقى في سكرات ممكن تجرب دولت مع بعض مع نفسك، بس ما بيفيدوكش حاجه يعني. انا شايف ان مش مهم قوي. انت عملني ايه فرقة بطريقة تانية خالص، كنت شايفها بره ممكن نحتاجها بعد كده. طيب يبقى عرفنا طيب انا دلوقتي لو عندي شكل زي كده من خلال الأداة دي ممكن أعمل بيه حاجة جميلة جدا. بس أنا طبعا بتشتغل على سيكشنز، أنا مش محتاج هنا غير سيكشنز. ايه عمل لي زي كحكة كده. الكحكة دي انا ممكن استفاد بيها في ايه بقى؟ هو عامل لي منظر، هي بتشتغل بالدرايف يعني. انت لو عندك درايف زي كده تقدر تعمل بيه الكحكة دي. أنا ممكن أجيب الورق اللي أنا عملته بره، أعمل زي كده، وهكذا نكرر الورق ده جنب بعض. وبعد كده هديك تاخد الشكل بتاعك ده، انت بتستغله لو انت بتعمل وردة اي حاجة يعني. انت ده برضو فكر وانت شغال ممكن تشتغل، لو عايز تنفذ وردة كلام كده طبعا ده يعني. واحنا شغالين في تطبيقات ان شاء الله هيبان لك بقى الكلام ده اكتر، بس انا هنا بديك الفكرة عشان انت تجتهد معاك، تجتهد وتحاول تفكر برضه وتشغل دماغك معايا. مش لازم نقول لك كل حاجة، لا انت محتاج برضه تفكر. وغير كده ان شاء الله في التطبيقات اللي جاية كلها هتبان لك أهمية الأدوات دي بشكل أكتر يعني. بس بلفت انتباهك لأهمية الأداة أكثر وأكثر. عندنا هنا سيربين ماشي، دي بتعمل الأداة دي مهمة برضو. أنا عندي مربع زي كده بنيجي هنا هو عمله الداخل، هتعمل لك أشكال هرمية كده. يقول له مثلا العكس
5 5 ولا زيرو، انا عايزه من الارض هنا. بتقدر من دي تفضل دي لو انت عايز تعمل عادي 3 مللي مثلا، 3 مللي ده تعديلين، انما 5 مللي ارتفاع الشكل من الارض ده. تمام، وهنا بتقول له بتغير اشكال المنظر بتاعنا. في حاجة برضه مهمة، لو أنا جيت هنا قلت له select y بس، المفروض أيوة مش ناسب الدايرة دي، أنت بتقدر تتحكم من خلالها. بص المثل، وطبعا هنا تقدر تعمل أشكال كتير جدا في الول بيجر بقى، العب بقى زي ما أنت عايز، تقدر تطلع أشكال خرافية. طبعا تعمل شكل زي كده مثلا وتسيبه وتسيبه بره، ده شكل تاني جنبه بشكل جديد خالص، وتجيبه تحطه جنبه مثلا، تبدأ تكرر، مش شرط سايب، ممكن ترسم بالتراك كده مع واحد تاني جنبه. تقعد بقى تلعب بقى زي ما انت عايز، بتعمل التصميم، بتعمل انت التصميم انت دماغك انت. المهم انت نقطة البليند هنا مختلفة عن الشيء ده كتير، تفيدك في حاجات كتير جدا. انت ابدأ جرب، ابدأ فكر، ابدأ شغل دماغك، هتبدأ توصل واحدة واحدة للي انت عايزه. طيب برضه في أداة مهمة جدا عندنا، طيب أنا دلوقتي لو عندي شكل زي كده، مربع زي كده، أنا عامله ريف، في عندي أداة مهمة جدا أنا بستخدمها اللي هي الفيد ريت. الفيد ريت دي بتعمل إيه؟ أنا من خلالها بقدر أوطي عندي جدول الانقسام، دي النقطة العالية ودي النقطة أوطى نقطة. أنا عايز أعمل فيد أوطي جاي أدخل ورقة في ورقة في جزء عالي عن جزء، فأنا ممكن أوطي المنطقة دي. طبعا أنا بتحكم في الدرجة، فأنا أكتر من السنين ده شكله طبيعي خالص، أنا ببدأ أوطي الحتة اللي أنا عايزها، ودي مهمة جدا، عايز أوطي بشكل دائري. أنا لما بستخدم الفينير تمام، برضه في من الأدوات المهمة برضه عندنا، لو عندي شكل مثلا أشكال
نعمل دروب كده، دروب. بعدين عندي هنا اسم أداة اسمها تمييز كده، اللي هي الست سيكشن بتاعي. بص أعمل إيه حضرتك؟ ده بيقدر يدخل لي الكلام ده ببعضه. طبعا هنا لو انت مثلا خليت دي 50 انا عايز اعدي الخطوط دي من بعض من فوق بعض، اللي بقى من شبكة طبعا. دي برضه انت ممكن تجرب تبدأ تتوصل لأشكال كتير جدا وحلوة جدا بالأداة دي. نعمل بقى زيرو ريسيت لسه في عندي برضه أداة محتاج برضه أقولها. وهي أداة مهمة جدا جدا جدا، وهي سكيل ريف. دي بقى أنا من خلالها بقدر أتحكم في الارتفاع، في التخانة اللي أنا عايزها، السيكنس بتاعي. أنا بيقول لي الارتفاع ده كام؟ أنا واقف على أعلى نقطة منورة هنا، بيظهر لي تحت في الزد هنا في المنطقة دي 4، وأنا بقول لي السكيل هاي بتاعك 4. فأنت لازم يكون عندك فيكتور هنا، وتعرف من خلاله. او مش شرط، لو انت بقى في جوه اللعب بيقول لك اعلى ارتفاع جوه اللعب. تمام، هنا 4، انا ممكن اخليه 10. تمام، انت زبون جايب لك شغلانه عايز تعرف تخانتها برضه من هنا، او لو انت بسيفه بره البيت وانت بتدخله بقى بتعرف التخانه، تقف على اعلى نقطه برضه هنا تعرف من هنا. تمام، في برضه هنا سكيل سموث سموث، ده لو انت عايز تعمل سموث باي باي، تعمل سموث للشكل بتاعك بشكل كامل. هنا لو عايز تعمل ميرور ليفت، طبعا دي عشان تشتغل بدي لازم تبقى عندك تروح ماسك الفيكتور ده كده وتعمل كروب. تمام، لازم تكون قصص البوردر بتاعتك على قد المنطقة، وتروح رايح لقد البوردر دي من هنا تقول له رايت اتنين اتنين، تاخد اللي هو العرض بتاعك وتقال الرقم، تقول له 4 5 4، ولازم تعدي الريزوليوشن. لازم الريزوليوشن يعلى تاني، لما تلاقي الرقم ده بقى شبه اللي فوق تعرف ان الريزوليوشن عالي. اهو كده، ده معناه ان كده الريزوليوشن على الاخر عالي. تمام، وبعدين انا هاخد دي اللي انا باخد بيها الاداه اللي انا بتكلم عنها، قال لك من الشمال لليمين. تمام، انا عايز من اليمين من الشمال لليمين، ولا من اليمين من الشمال، ده في حالة تانية لو الشكل هنا وهكذا من اعلى لاسفل، ولا من اسفل لاعلى، انا عايز من الشمال لليمين. تمام، انت ممكن بقى تعمل بدي اي شكل انت محتاجه بالفكر ده، تقدر تعمل أي حاجة. طيب أنا عندي شكل زي كده عايز أسيفه بره، عايز أسيفه بره، أخرجه وأعمل له إكسبورت أصدره لأي برنامج تاني، وليكن إس تي إل مثلا، أخرجه وأسيبه عندي بقى إس تي إل من هنا، من هنا كده دي تراينج مش، وأنا بخليها 25,000 عشان يقدر يبقى اشتري معاه، وبعمل كلوز للبلان بتاعي بحيث ما يحسبوش معاه، واقول له كليت بدأ يحسب اهو.
تمام. وبعدين بنبدأ نسيفه هنا. عايز سيف أي سيف أنت عايز؟ أنا مثلا أختار اس ال ايه 5 مثلا. تمام طب لو هنجيبه البرنامج تاني، أنا معايا اس ال وعايز أدخله البرنامج. تمام، من قائمة ريليف فوق نطلع نقول import 3D model، وليكن أي STL عندي مش شرط اللي أنا لسه عامله. تمام بنقدر نسنتره، خلي في سنتر الصفحة نشوف من الوسط. طبعا المساحة صغيرة جدا 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 في الصفحة، عشان كده أنا هجيب. طب أفترض أنا فاتح صفحة الرسم صغيرة، أو يعني صفحة الرسم صغيرة أو عايز أكبرها، أقول له هنا أكبر بس. خلينا احنا نشرح المشكلة، نقول انبورت اقول له هنا زود لي هنا بوردر شمال ويمين. اقول له اكتب مثلا 30، ومن هنا من الشمال خليها مثلا 200 مثلا، وهنا 200. وأسفل مثلا انا بسنطرها في وسط الصفحة بتاعتك. انا افترض ان انا جاي من الريف، انا ممكن بقى دلوقتي اعمل باص. مش احسن قبل ما اعمل باص بعد الريزولوشن؟ اول حاجة انا بتقدر تعمل تتحكم بقى في تلف الموديل بتاعك، بس انا ما بعملش الكلام ده من هنا. انا ممكن اعمله بعد كده، بسيب ده الريف واجيبه واتحكم في هنا يعني. لكن في هنا اهم حاجة هنا ممكن اعملها، ان انا ايه انزل بالزد. يعني لو انا قلت له مثلا خلاص دلوقتي كده خلاص هو بقى معايا الريليف بتاعي. لو انا عايز دلوقتي او نشوف كده الارتفاع بتاعه قد ايه، قال لي 18 جنيه. خلاص انا عايز انزل بيه من غير ما اضغطه يعني. اقول له مثلا نزلهولي يعني كمان ثابت 3 كده عشان يبقى 15 مثلا. شوف كده الدنيا قد ايه. تمام 15 يعني. تمام في حاجة أخيرة هنا قبل ما نقفل جزء السي دي. لو أنا عندي 3D وعايز آخد منه سيكشن أشتغل سيكشنات يعني، عندي اس تي ال وناجي عامله ولا حاجة، عايز اخد منه السكشن اشتغل بيه، واقف هنا كده
بدخل الاداه اللي انا فتحتها دي كريت بروس سكشن، واقف هنا على اي جزئيه انا عايزها، ما بين الستنج اقول له الاين بروس سكشن، واروح ضغط رايت كليك او زر الفار ايمن، تمام، خلي السكشن بتاع الجزئيه دي. انت ممكن تبقى دي ساحره ممكن تستخدمها تعمل بيها اي حاجه انت محتاجها ايا كان، تمام. طب شكل زي كده انا عايز اخرجه 3D، اخرج صورة من فيو، سيف 3D جي بي جي، تمام كده. واحنا كده اتعرفنا على اهم ادوات 3D، ان شاء الله انتظرونا ان شاء الله في الفترة الجاية تطبيقات في الحلقات الجاية ان شاء الله. شكرا.